الإزار، وينصح أن يكون كبيرا سابغا مناسبا لحجم الرجل. إذا ثنيناه هكذا نصفين يكون كما ترون بهذه الطريقة، طرفان في اليد اليمنى ووسط في اليد اليسار. نرتديه بنفس الطريقة، طرفان في اليد اليمنى ووسط في اليد اليسرى. نشد ونجذب اليد اليمنى هكذا إلى الخارج بهذا الاتجاه حتى نسند الوسط إلى الجانب هكذا مع الرفع قدر المستطاع. ثم بعد ذلك نطيل الطرف الخلفي 15 سنتيمترا بروزا عن الطرف الأمامي هكذا بهذه الطريقة كما ترون. نشد بنفس الطريقة، نجهز ونستعد باليد اليسرى أن نضغط هنا فنحكم الإغلاق في هذه النقطة، ثم ندور حولها مع الإحكام والشد باليد اليمنى هكذا، إحكام في اليسرى وإحكام في اليمنى هكذا كما ترون. الآن هنا الأمر محكم إحكاما شديدا، صارت عندنا 3 طبقات في الجانب الأيسر هنا، نثني هكذا كما ترون ثانية عرضها في حدود 5 سنتيمترات، ولا ننسى أن تكون مستغرقة للمحيط كله، لا تكون في الأمام فقط إنما في الأمام وفي الخلف على التوازي. الآن هو محكم جدا، ولكن إذا أضفنا ثانية أخرى فإنها تزيد إحكاما، وإذا كان هناك مجال للثالثة فأنا أقول لكم الآن أني بالكاد أستطيع التنفس، لم أحتج في هذه الطريقة المحكمة إلى حزام، ولم أحتج إلى دبابيس أو غير ذلك. يضاف إلى الإحكام الستر الكامل، عندك الآن 3 طبقات كما ترى، 3 طبقات في الأمام كما ترى هنا، وفوق هذا وذاك الحركة والمرونة الكاملة في ستر تام، حياة اعتيادية طبيعية، مشي ونوم وأحيانا صعود فوق أسطح الحافلات ميسرة وسهلة بهذه الطريقة، لا تحتاج أن تحمل هم هذا الإزار، تربطه من بداية الحج إلى نهايته، لا ينفك أبدا بفضل الله.